سليم عزام، أهلا وسهلا فيك. شكرا. حلقة رح تكون هيك ممتعة مع أخبار كتير من البدايات لليوم للمستقبل، لنكتشف مين سليم عزام. كلنا بنعرف سليم عزام الفاشن ديزاينر، حتى إلى جانب الفاشن ديزاينر دايما هيك فيها دايما أنا لقالي فيها التاتش اللي هي العمل اليدوي، يلي دايما بتحب بتشدد انه تدخل الشيخات. رح نحكي عن الجبل لبيروت لأوروبا والعالم. انت اذا بطلب منك to fill your strap، تعرفني عن حالك على طريقتك، كيف بتحب تعرف عن حالك؟ اول شيء انا بدي اتشكرك على استضافتك، بدي اقلك انه اقلك سلام من كل شيخات وسيدات الاتوليه، وسلام خاص من الوالدة اللي سبق وكان لها شرف تعرفت عليك، وسلام لألهم بقلبي يعني. وأنا دايما بحس عندي هذا الجذور الدرزية اللي دايما بيقبوا بقلبي وبحب يخلوني هيك حن. الحقيقة كتير بستصعب أعرف عن حالي زي فاشن ديزاينر. رح أعرفك على سليم عزام ابن ضيعة متواضعة اسمها بيتر الشوف، هي آخر ضيعة بالشوف، أهلها بسيطين، خوالي فلاحين وعايشوا من الأرض. ربيت فوق 22 سنة من حياتي فولي، بي مثل حالك كتير ناس تغرب تعيشنا، وربيت مع أمي وأخوتي. أمي ما كانت تسوق سيارة، فربينا بهالعالم اللي كان ما في شيء غير شجر وعصافير وليمون وخضرة وفواكه. ما أحلى هالحياة، ما أحلى هالحياة الحقيقة. هيك طفولتي كان فيها كتير فن، كنت مختلف عن مش بس عن أخوتي، بس عن كل أصدقائي وأهل الضيعة والأقرباء. الفن كان الطريق الوحيد اللي بعبر فيه عن نفسي، ما كنت أعرف أعبر بطرق تانية. أنا آخر واحد، أصغر واحد بالبيت، وكان شوي إنه هيك يعني كان الفن هو الوسيلة الوحيد اللي بقدر إنه أنا أتباهى بين أخوتي اللي أكبر مني بكتير، ثبت حالي أكتر. فحياتي أوربتد أراوند الفن، مش بس بالرسم بالرقص، كنت مختلف، كنت أحب التمثيل، يعني حياتك بسيطة يعني. وكنت معلق كتير بالضيعة، معلق كتير بأهل الضيعة، بأخبار الضيعة. كنت أقرأ سلام الراسي وأنا صغير، كنت أقرأ أدب شعبي، كنت كتير أحب النوع من القصص. فربيت يعني طفولتي كانت كتير بسيطة، وقعدت مثل ما قلت لك بشوف 22 سنة بحياتي لحد ما فليت لأدرس. وهون اكتشفت أنا قديش بحب ضيعتي وأهل ضيعتي، وقديش بحب وطني كمان. هاي كانت بدايتي. ما رح أقدر أعرف عن حالي كمصمم أزياء، نحكي عن الموضوع. هلأ نحكي ليش ما بتحب تعرف عن حالك كمصمم أزياء؟ الملفت أنه شاب وجهي وعم اسمع منيح القاف يلي هي كتير يعني بتذكر الإنسان، يعني أنه عن جد هيدا بتذكرك أنه الواحد هيك من الجبل والعنده هيك رنة درزية يلي بتذكرني بأصولي. منيح بعدك حتى محافظ عليها قد ما قعدت هال 22 سنة بالضيعة ترسخت فيك. صحيح. مثل كل شيء بعمله له أصل. أنا ربيت مع أمي، أمي عندك أكسنت كتير قوية، وكل أهل ضيعتي بيحكوا بالقاف، سو أنا ربيت على فكرة أنه نحنا كلنا هيك بنحكي. لما فليت ونزلت على بيروت اكتشفت انه الناس كانت عم تستغرب، ولقيت انه ليش الناس بتستغرب انه انا عم بحكي هيك. كنت مضحكه اذا بدي، كانوا الناس يفكروني انه انا عم بجرب احكي هيدي اللهجه، وهو الحقيقه ما بعرف احكي باي طريقه تاني. بحس كتير ناس، يمكن امي ربتني انه اكون انا مثل ما انا. ما حسيت بحياتي كلها انه انا لازم اقعد بعلبي او غير شيء بنمط شخصي لأرضي او فوت على مجتمع معين ويكون لي محل فيه. فلما نزلت على بيروت وحسيت انه انا ما بدي اعمل مثل ما بيعمل غيري، غير ماي اكسنت اخلق مكان لنفسي، ليش انا بدي احس غريب؟ هن لازم يحسوا غريبين انه هن بيغيروا كيف بيحكوا. فبقت معي واتس بارت اوف هاو اي سبيك، يعني كانه حدا عم بيقول لك انه غيري كيف بتحكي، تكوني مصطنع وشخص تاني. أبرا ما بقدر أعمل هيدا الشيء. إديش الشيخة الوالدة لعبت دور مهم إنه تخليك تكون أنت نفسك وأنت حالك، وإنه الواحد ما يتطلع يعني. ولليوم بأيامنا، مش بس بأيامنا، الحياة وقت اللي شوي شوي منكبر ومنتطلع على الحياة ومنتطلع لحولينا،
كتير بلاحظ وصارت تزعجني قديش في رح أقولها بالإنجليزي show off، هذه شوفة الحال وإنه نحنا لازم نطلع بغيرنا شو عم بيعمل تنكون مثله أو تنتصنع أو تنكون عم نمثل أو عم نلعب دور، وما نكون نفسنا، ما نكون مرتاحين مع حالنا. وهذا الشيء بيصير يتعب الإنسان، يعني إنه ما يكون نفسه ما يكون حاله بالحياة. قديش واحد بيلاحظ من السراوندينج، من أنت كيف حوطتك وربتك إنه تكون مرتاح لقد مع حالك، وبتعطيك ثقة بشخصيتك، بتعطيك ثقة بحالك، وبتخليك تتطور، وبتخليك تكون أنت إنسان مرتاح مع حالك. صح. وهالموضوع كتير بتاتشز مي، لأنه أنا بعتقد إنه حد موهبتي أمي هي أكبر نعمة علي بحياتي، لأنه ربينا معه وما كنا حتى ما كنا قراب على أصدقائنا وقراب على أهل الضيعة، لأنه نحن كنا عايشين بضيعة تاني. أمي ربطنا بالطريقة اللي هي بدها إياها، سو ما شفنا كتير ناس غير أمي، كنا معها كل الوقت، ومن دون ما تعمل أفرت شفتها كيف بتعيش حياتها، قداش عندها سلام داخلي، قداش بتعيش بتناغم مع الطبيعة، بتزرع شو بتاكل. صح. أمي من 40 سنة هي أول شخص أنا بعرفه فسر لي شو يعني الفيجن، تزرع وبتاكل بطريقة معينة. يعني حتى أمي لمجتمعها من 40 سنة كانت مختلفة، وكانت شخص كمان عم بيجرب إنه هو يخلق العالم اللي هو بده إياه بمحيط بيجبرك تكوني أنت بتشبهي غير ناس أو بتلحقي سيستام معين. بعتقد من دون ما تعمل هي من دون ما يكون في كتير دراسة تشربت كل هالأشياء منها ومن خلالها. وأمي كانت الشخص الوحيد بعائلتي، نحن أربع أولاد وبي اللي كان مسافر اللي يجي يزورنا مرتين بالسنة، أمي كانت الشخص الوحيد اللي تحسسني أنه فيني يكون نفسي كل الوقت قدامها من دون ما أتخبى. حتى لما كنت حب أرقص ولون وعبر عن حالي، ولا مرة بحياتي حطت أي نوع من الجادجمنت أو حسستني أنه I'm off أو أنه اختلافي ما له مكان بهيدا العالم. والحقيقة يعني أنا بقدر كثير هيدا الشيء، ويمكن لو ما هي أنا منش هيدا الشخص ليه بثقتي بنفسي بحكي بقاف، ولا حتى أنه يمكن كنت رجعت لضايعتي لابني مشروع هنيك، أو ليكون عندي هالتعلق بهذا المجتمع أو للتعلق بهذا الأرض. فأمي لعبت دور كتير أساسي، مشان هيك هي إلا يعني بتحسيها بمشروع سليم عزام ما بقدر بتخيل المشروع بلا نجوى. يعني ما يعني في خير وبركة بكل الشيخات، بس نجوى إلا مكان مميز بهال. تحية لإلا. إذا اليوم بدك تقلها كلمة شو بتقلها؟ إنه بحبها كتير كتير كتير، حب ممكن ما لمسته بأي شيء تاني بحياتي. وبقلها شكراً، إنه شكراً لأنك مختلفة ولأنك صرعتي لنفسك ولإلنا، وكنت الأم والبي الله يرحمه الوالد كان ما مقصر أبداً، بس بغياب البي الأم بيكون عندها دور كتير أكبر. أمي ضحت كتير مثل ما بي ضحى، فبقلها شكراً إنه بحبها. كلنا منحبها، وعن جد يعني الوالدة كمان شي نهار لازم نعمل بودكاست معها تتعلمنا إن شاء الله يعني كل هالعلاقة مع الطبيعة والإنسان وكيف الواحد يهتم بحاله، لأن عن جد هي عالم تاني بيعمل إنسبيريشن وبيخليك عن جد أنه تتعلم إشياء كتير منها. تنرجع نزلت على المدينة قررت تتعلم جرافيك ديزاين. صح. هو الحقيقة أنه منزل رحت على دار القمر اللي كانت المدينة من هون لهون. أنا ما كان في عندي كتير options بمجتمعي فوق، فكرة النزلة على المدينة كانت مريبة لإلي. يعني أنا بيروت كنا نزورها مرتين بالسنة برحلة المدرسة، وكان لما يجي بيي نزلنا على بيروت. وكمان بنفس الوقت كنت حس أنه ما بدي أترك أمي، لأنه كنا أخوتي فلوا من البيت وكنا هيك أنا وياها عايشين مع بعض. درست الجرافيك ديزاين بالجامعة اللبنانية، يعني له علاقة بالفن وكنت كتير حب شو بعمل، بس كنت حس كل الوقت انه انا عم صارع لأخلق مكان لنفسي. ما كنت حس انه اهل الضيعة بيفهموا انا شو بعمل. يعني انا خيي كان يدرس طيران بهذا الوقت، وبتعرفي كيف بتضيع، يعني بيفهموا الدكتورة والهندسي وبهمون البيك تايتلز، فما كان في روم لشخص مثلي. كنت عم بدرس الجرافيك ديزاين، بس بكل الوقت كان في هاجس براسي بيقول انه انت بدك تثبت حالك لانك منك منشاف. وخلصت الجرافيك ديزاين بوقتها وحسيت انه ما اكتفيت، وقررت انه اعمل ماجستير بكندا اللي هو سبب اساسي ليش انا بعمل هلا شو بعمل. بفلتي على كندا صار في شغلتين،
كيف انتقلت من دير القمر على كندا؟ قصة طويلة عريضة يا نايلة. شو كانت صعبة عن جد؟ شو كانت صعبة؟ نحنا منربع على الالف والبركة، وانه الجار بناول صحن اكل للجيران، وفي بتعرف المتة وعوائد القاعدة. كتير كانت صعبة علي، كتير عن جد. يمكن من اصعب النقلات بحياتي عمر صغير، بس عملتني صلب اذا بدك، وحضرتني اكتر للحياة. كتير كل شيء كان مختلف، يعني بتطلع من بيئة فيها كتير انه الانسان للانسان، وكتير كان كتير 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 صعب علي الماجستير، بس امي دفشتني out of my comfort لأعمل هيدا الديجري. هونيك اكتشفت قديش بحب شو بعمل، وقديش اللي بعمله عنده جذور هون. يمكن انا كنت بحاجة لهيدا الرحلة تأفهم انه انا لازم ارجع، لانه عندي رسالة لوطني ولا my community. ما كان كيفيني الجرافيك ديزاين، كنت حسه شيء جمالي، بس كان عبالي اعطيه قيمه او اذا بدك شيء يلبي حاجه الناس. كنت مآمن انه في كتير اشياء في يعملها الانسان لغيره. درست الفيجوال كوميونيكيشنز وتعلمت ميثودولوجيز بالديزاين جديد علي، يعني كيف نخلق تصميم بالمشاركة مع الآخرين، كيف فينا نخلق تصميم بيأثر بالمجتمع وبحسن بمستوى المجتمع وبالناس اللي بتشتغل فيه. تعلمت هالميثودولوجيز هونيك، وهونيك اكتشفت انه بدي ارجع اطبقهم هون. وهيدا الحقيقة هيك صار. قلت لهم شكرا، انا ما بدي ضل بكندا مع قيمة العمل، رفضتها ورجعت. كتير ناس بوقتها يشو عم تعمل، خليك هونيك، بتعمل جنسية، بتعرفي اهل الضيعة بفكروا هيك اول شيء، وحقهم هيك، حقنا كل الناس بفكروا هيك انه الجنسية شيء كتير مهم. ويمكن لو انا قعدت لأعمل جنسية ما كنت رجعت وبدأت اللي عملته. رجعت بال 2014، أخذت سنتين، رجعت على المدينة، توظفت، اشتغلت بدومينز مختلفين، كانوا هيك الناس بلشوا يكتشفوا شوي الاسم. ما كنت بعمل تياب أنا بوقت، بعدني عم اشتغل از جرافيك ديزاينر، بس حتى شغلي بالجرافيك ديزاين كان كتير بيركز على خبر اخبار الضياع، يعني كنت ارسم اخبار الضياع، كنت مهووس عارف الناس على ام سليمان اللي بتعمل اطيب ساج، على حياة اللي بتخبر كل الاخبار. يعني كان عندي هاجس انه جيب الضياع على المدينة بكل شيء بعمله. فبال 2016 ما بعرف، انا بحس انه صار في شيء بالكون. انا كتير بآمن انه في شيء بيروح بوقت وبيرجع بوقت، وكتير driven by faith. احيان كتير بسأل حالي انه ليش عملت هيدا الاختصاص مش هيدا الاختصاص، احيان بحس انه مقدر لي انه اقطع الامور لارجع للشيء اللي انا I'm meant to do. بال 2016 ربيع كيروز عزمني على فاونديشن ستارج، اللي هي بتعطي محل بالصيفي وبتتيح المجال لأي شخص يعمل اللي بده إياه. آخر شيء كنت متوقع إنه أنا أعمل تياب، بس هون رح ردك شوي على كيف منين هيدا الشيء بلش. أنا بكل طفولتي بكل غرفة بالسوف عطول عندك ست قاعدة in the background of the picture عم تعمل كروشيه أو سوف، عم تحيك كنزي لحفيدة. It's the way they show love. بدي حلو هالشي. واحدة من أهم الايدنتيتي تبع الصوف أو الهوية الصوفية هي شغل السيدات وسيدات الصوف. وكل الناس بتحكي هاد الشيء، حتى لما كنت انزل على بيروت كانوا يقولوا يسم الله صبايا بعقلين، مشغل بعقلين، كل هالمشاغل كانت فوق. فربيت بهيدا العالم، وكان عندي بنت عمي اسمها عايدة اللي هي بتشتغل على الفريق هلا معنا. كنت شوفها بتشتغل تتعيل جوزة بمشغل المختارة، وشفت عايدة بمراحل كتير بحياتها. هالست اللي وقفت حد جوزة المريض، اشتغلت بالإبرة والخيط سنين، تعملت له حياة. كنت أقعد معها ونتحدث وتقلي كيف بخف الشغل، وأنه كيف الناس بطل عندها قيمة لهالأشغال. فأنا هودي أنه ينزلوا باللاوعي، يعني ما أفكر فيهم أبداً، يعني أنه حس مع انبسط بشغلة أتفرج عليهم، بس ما يعني ما كنت بعد عم بتفكر في الموضوع أبداً أبداً أبداً، ولا كنت عم بفكر بهيدا الموضوع يعني. بس لا شك أنه بس صار عندي شوية حشرية لأشوف كيف هيدا الشيء بلش. اكتشفت قداش سيدة الشوف استخدمت هيدا الحرف تتعبر عن حالات اجتماعية معينة، الزواج، المخلوق الجديد، حتى بالمقاتم بعضهم دي كوميشن النسوان تيعملوا اشياء متعلقة لبيت الضيعة. بهالموضوع اكتشفت قداش في هيستوري وكودينج لهالحرفة وقداش مهمة. واكتشفت قداش السيدات بالسوف ما كتير عندهم طرق،
وفرص تيعبروا عن حيالهم، وإيديهم هني كانت الوسيلة الوحيدة بالوقت ما كان عندهم صوت. لما ربيع إجا قال تاع ستارتش صدقيني ستنيلة حسيت مثل بتعرفي هيك، أنا بقول هيك مثل كأنه نزل زعقة صغيرة براسي، قلت إنه أنت بتعمل رسومات بتخبر أخبار حضية، شو بيصير إذا هالرسومات تنرسم وبتنشغل على الإيد؟ أنا لا بعرف منين بيجيبوا قماش، لا بعرف شو يعني خيطوا إبرة، ما بحياتي فتت على مشغل، ما بحياتي كنت محاط بحدا بخيط. هلا كل أهل الشوف بخيطوا هني لباسهم لحالهم، بس ما في مشاغل وما في هالريسورسز. بس عطول بقول مثل كأنه لما يكون في شيء مقدر لإلك الكون كله بيصطف تيصير. دقيت لعايدة، بتذكر كتير من حسات دقيت لها، قلت لها بتعتقدي أنه هالفكرة واردة؟ قلت لي وبعد لحد هلق عايدة بالأتولية بتجيب نفس الطريقة، أكيد معلوم يعني عنده هالاندفاع. وهيك كانت بتذكر دغري عالشوف بلشت تلفن جيب أرقام تليفونات يبعتوني هيدي الشيخة بتشتغل بمحمصة، صرت يعني كيف إذا بدك يعني على الطريقة اللي كتير أولية. بلشت مع ثلاث شيخات، كنا ثلاث شيخات بال2016 وخيط، وهيك بلشت الفكرة. والحقيقة أنه كان في شي شهر لربيع يفتتح المحل، شي شهر ونص يمكن، عملنا 8 قطع، يعني كانت كولكشن إذا بدي كتير إنه بسيطة، بس فهمت قديش كانت بمحلة، لأنه بعدهم هودي التياب تبع أول مجموعة الكلاسيكس تبع البراند. أول شغلة بيت بيشبهوا مناديلنا لأنه ما كنت أعرف أشتغل بغير لون، تاني شغلة مطرز عليهم ليمون اللي كل الوقت كان كيف ما برم وجهي يطلع لي ليمون، حتى إنه ريحة الليمون كنت كتير حبها أنا، يعني بتحسي حالك بالفطرة طلعي حواليك وبتاخدي شو أنت شفتي عبر هالسنين. هلا عصافير اللي كانت تذكرني بسفر بيي وبالهجرة، بعدني حد هلا بقول استوعبت شو عملت بعد ما عملته، ما كنت مستوعب شو عملت قبل. قعدت مع حالي وصرت أسأل ليش هالمشروع لقى هالقد نجاح، لأنه ما كان عندي وقت فكر، كانت عم بشتغل بالفطرة. وهيك بلشت الرحلة بال2016 مع ثلاثة، هلا خسروا 60 small and work counter 60 شيخة و14 full time. قديش هذا البزنس يعني اليوم من فكرة هيك بلشت، من أول step هيك أخذتها عند وقتها حكيك ربيع كيروز ودخلك انباعوا وقتها أخذوا هيك كلهم. ما كيف عملت مجموعة تاني وبلش البزنس، يعني من هيدي اللحظة بلش بزنس تغير سليم عزام صار براند اسم مش دغري بس اوكي اوكي بس بلشت توعى انه انت منك بقى جرافيك ديزاينر بس صح ضليتني اعمل جرافيك ديزاين 3 سنين من بعد ما كنت مبلش الازياء. اوكي كنت ارفض سميه بزنس، كان في نية مصروفي على فكرة انه مثل ما انا فيني مثل ما هالشيخات بيستفيدوا انا مستفيد ومنفيد بعض. اوكي بيع مجموعة اعمل مجموعة كتير، يعني ما كان حتى في تدارك لشو يعني بزنس وكيف شخص بيعمل بزنس. انا قلت لك اخوالي فلاحين يعني انه بدائيات البزنس، وماني محاط بايرو اكزامبل بضيعتي انه ناس عندهم بزنس وحدا اجى ينصحني، كان في هالموهبه وهالفكره، بس ما كنت حاسس انه انا جاهز فوت بهالمشروع، ولا كنت فكر انه انا ام براند. I had an idea, I had a vision، بس تخمر بعد شي 3 سنين، يعني ضليتني اشتغل بالجرافيك ديزاين وحطهم بالبراند، اعمل من هون شخصي وادفع على البراند، لانه انا بلشت هالمشروع كان معي 3000 دولار سيفينجز من الجوب اللي تركته، سو ما كان في اذا بدك حدا اجى حسسني انه انت يلا هلا عندك تعمل مشروع يعني. وشوي شوي صرنا نتعلم ترايل اند ايرور، خبصنا كثير، عملنا كثير اخطاء، بس في اشياء ما بحياتها تغيرت، كيف بنظر للشغل، لقيمه الشغل، لكيف بشتغل مع هالستات. اجمل بارت لإلي هو علاقتي مع الشيخات. هيدي هون بدي احكيك، علاقتك مع الشيخات كيف توصفها؟ وقت بلش المشروع يعني من ثلاث اشخاص وكبر هالمشروع، هلا صار بزنس، صار عالم، وعالم فريد من نوعه، لانه سليم عزام والشيخات مرتبطين اكيد بهالعالم، وانت عم تعمل امباورمنت بالنتيجه، عم بتساعد وتكون عم بتساهم مع اهالي هالجبل، سيدات هالجبل يلي عم بيشتغلوا معك يعني. صح. فكيف هالعلاقه، كيف ارتبطت هالعلاقه، كيف وصلت، وكيف تتعاطى انت وياهم
وكيف عم تتطور يوم بعد يوم، وشو بعد عندك مشروع أكبر لألون؟ هو إذا لأنه أنا ما كنت أفكر فيه كبزنس، أسس الفاونديشن تبع المؤسسة انبنت على علاقة التراست والفاميلي. كوني كنت شخص من هالمكان خلق already trust بيني وبين هالشيخات. ما يعني بداية بدي في شيء غير إنه نحن كنا كتير مقربين من بعض. أول ثلاث مجموعات كنت أنا حس إنه عم نحكي لغة ما منفهمها مع بعض، لأنه هن عندهم لغة معودين يحكوا فيها، وأنا جاي شخص جديد على هيدا المجال بده يلاقي طريقة يتناغم معه عليها. كان بهمني كتير وشغلي على طول بقولها بالكرافت، it's a divine act، it's طريقة لتشوفي فيها روح الشخص. ولما بحكي حتى لما أحكي عن البزنس قول this is a business with a human وروح at the deep center of it، بغير نمط كيف الناس تنظر حتى للبزنس. ومن أول نهار كنت مآمن إنه أنا ما هالمشروع ما بيسوى شيء بلا الشيخات، وإنه أنا والشيخات نكمل بعض. كتير كان ينقال the word empowerment، كنت أرفضها بأول فترة، كنت أرفضها وما أحكي فيها وما أحب، لأنه حس إنه أنا هيدا واجبي، واجبي أنا بيني وبينهم، وإنه مثل ما أنا عم بدعمهم هن كتير عم بيدعموني وعم بيخلوني أتعرف على حالي وعم نخلق مع بعض هيدا العالم. اللي أخذ بأول ثلاث سنين يعني لبلش يكبر الفريق، كل ست بعرف عنها كل شيء من خلال شغلة. ولما بتشتغل مع ناس بتشتغل بإيدهم والقطعة بتروح وبتقعد ببيوتهم، كتير مهم تعرفي شو نفسية هالست، شو بتحب، شو بيستهويها، to make the best out of her skills. لأنه ما فيك يعني ما بحياتي كنت مآمن إنه أنا مثلا بقدر سلم تصميم معين لهيد الشيخ. كنت وأنا عم برسمه أحلم إنه هيدا بتاخده صونيا بتبدع فيه، أو عندي شيخة مثلا بتحب الزهر ببقى ناطر أنا شي زهر دغري بعرف كيف ما نحاوله. لما بلشت تكبر المواضيع بال2019 أختي الكبيرة ليليان اللي أكبر مني بعشر سنين قررت تحط إيدها بإيدي، وهي الشخص الوحيد اللي حسيت تؤتمن على أنه تاخد أجمل جزء بالنسبة لإلي بكل هالمؤسسة. غير التصاميم والأفكار الحلوة اللي منطرحها، هو أكتر بارت ممتع أنه نتعرف على هيد الناس وكيف هالناس تجي على المؤسسة. بتبقى كل ست عندها أخبارها وقصصها حياتها وأحلامها. يعني قلبي كتير كبير فيهم بكل وحدة منهم، لأنه ما في ولا وحدة مثل التاني. حتى إذا يعني الناس إذا في قطعة معمولة بكذا قطبة، أحيانا كتير بقدر أحدد مين من مين. بس عم يكتر الشغل هلق وصار في كتير سيدات. أنا لابس ميك بورنايتا يعني الفاوندر والكرياتيف، وتعرف يعني بمحلات معينة you have to trust people. أختي هلق هي بالواجهة مع هيد الشيخات، وكل الوقت بيكون عندي لقاءات معهم، وبجرب قد ما فيي، وبفكر إنه قد ما كبرت بدي جرب قد ما فيي يكون عندي علاقة شخصية مع كل ست. والحلو إنه هن الستات كل واحد بيجي لأسباب مختلفة على هالمؤسسة. ناس بتجي لأنه عندها أحلامها الخاصة. لما فكرت بهالمشغل اللي أنا بسميه بيت ومنه مشغل، لما فكرت أفتحه أصلاً بال2019 لما ربحت جائزة الفاشن تراست أريبيا، ما في ولا مشغل هيك بشوف. كان بدي كيف هالشيخات تقدر تجي على المكان تحس حالها ببيتها، تحس حالها عندها استقلالية، إنه مية مية، وإنه عندها تحفظاتها وتكون ما نتجاجد وما حدا يعني بتفوت على هالمشغل اللي بعدني لحد أسا بحس صغير، ما بيساع قداش عنا أحلام، مكان آمن بيسمح لكل شخص شو ما كانت أفكاره ومعتقداته يكون موجود ويكون جزء من هالعائلة ويكون حاله مية مية. وكتير مهم أنا هيدا الشيء لإلي، وعطول بقول نحن مش بس بنبرم على الموهبة تبع الست، بنبرم على شخصية الست، لأنه هي اللي بتحط روح بسليم عزام وهي بتضيف إضافة حلوة على الفريق. بهمني كتير التناغم كمان بين السيدات، أكيد بيصير في نوع من المنافسة وبيصير في دور للكل والكل بيتعلم من الكل. بس ما كنت تقول the word empowerment لأنه كنت حس إنه هالمكان كلنا بنجتمع فيه وعنا tools منشيل منه نحن حسب قدراتنا وقدش فينا نحمل نشيل. في سيدات ما بتحب تكون بالضوء أبدا، في سيدات بتحب تكون هي بعالمها الخاص، سيدات بتحب أبدا تجي على المشغل، بتحب بس تشتغل من البيت.
اكبر شيخة عمرها 82 سنة في يشتجي على الاتوليا بنروح نحن نزورها كل فترة وكل الوقت الشغل بيوصل على بيتها. فعالم شيخات وسيدات سليم عزام هو اكثر عالم بالنسبة لي بحس قد ما كبرت بالبزنس وقد ما صعبت بحط راسي على مخدي وبعرف انه هاي رسالتي. مشان هيك كتير بستصعب عرف عن حالي كفاشن ديزاينر لانه بحس it doesn't give us justice. ما جيت على الازياء بالنمط التقليدي على الازياء وما جيت على الازياء وعلمها الصعب لو ما يكون عندي هالهدف القوي. وبدي خبرك نحن اللي بنعمله كتير سوفيستيكيت. عندك رسالة بالحياة. لقيت رسالتي مع هالشيخات، لقيت رسالتي بال 2016 بهالمومنت. ايه ما بقولك انه رسالة بالحياة. 100%، لقيت ماي بيربس إذا بدك، وأنا بشكر ربي إنه لقيت هذا البيربس. بذكر حالي فيه بالأوقات الصعبة، بالأيام اللي بيقطع علي أحيان ما بنام، وأحيان ببكي مرة مرتين ثلاثة بالسنة، بيجيني مواقف كتير صعبة، بذكر حالي إنه أنا إذا ست وحدة مبسوطة ومرتاحة و في كتير ستات بتعيل عائلتها، في كتير ستات بتعيل أهلها منا مجوزة، بيكبر قلبي كتير بعتقد. يعني هذا الشيء الوحيد اللي بخليني. شو بتلاقي أصعب شيء بحزنك أو بقلقك؟ إنه شوف شخص منه قادر يكون 100% نفسه، أو إنه المجتمع يفرض علي نمط معين، أو ما يكون حر باللي بيقوله وباللي بيعمله كل الوقت. هذا الشيء بحزن بهمني، وعطول فكر إنه أنا ظهرت من هالجبل وصار لي الفرصة إنه روح وشوف العالم، وكتير ناس بشوف ما عندهم هالفرص. بشوفه غير بالشوف، بشوفه يعني. بغير الشوف أكيد يعني. مش كل الناس عندهم البريفليج إذا بدك إنه يسافروا ويتعلموا ويكون عندهم أحلام ويتحقق طموحاتهم. أنا بفكر بالصغار اللي هلق لعبالهم يعملوا فاشن ديزاين أو أي نوع اختصاص تاني، وبعدنا بالضياع أو برات الضياع وبكل المحلات في حدا بخليك لا هاي أحسن من هاي، أو هذا الشيء كتير بزعلني. لأنه بقول أنا ما كان، يمكن لو كان عندي هلق ما بدي أقول لو كان عندي هالفاسيليتيز كنت أنا يمكن الطريق أسهل. بقول لا، يمكن لو ما أنا أقطع بها وما كنت وصلت لهون. بنفس الوقت بآمن بالقدر، يعني بحس كل إنسان مقدر له طريق معين وخطوات معين. بس إيه هيدا الشيء بحزنني. بس عطول من برم على الإيجابيات بكل شيء. شو بتقول للأشخاص اللي عن جد بعدهم عايشين ب كيف بدي سميها، بتخبط نفسي وبيمكن هلأ كلنا عنا تخبط وعنا عقد وعنا تعب وعنا حزن وعنا فرح وعنا محل نحن مرتاحين، بس في ناس أكتر من ناس يعني بتجي ديجريز بالحياة. هذا اللي عن جد الأشخاص اللي بعدهم عن جد عايشين بتخبط أثر على كل حياتهم وكبروا ووصلوا يمكن وبعدهم عايشين مش مرتاحين مع حالهم، مش ملاقيين حالهم بكل شيء بالحياة، يمكن مثل ما قلت بالشغل، بالحياة الشخصية، بالحياة الاجتماعية. شو بتقول يعني نصيحتك؟ لأنه اليوم ما عم بقول إنه أنت إنسان مثالي بنتيجة أكيد. أنت فيك تكون إنسان أيام مثل ما قلت بتبكي وأيام مبسوط وأيام بتلاقي إنه أنت نجحت، ويمكن أيام لا أنا هون غلطت وفشلت وكل شيء. بس شو بتقول إنه واحد بيشوفك بيشوف إنه قديش أنت بالعكس وصلت لقيت سلام داخل معين ولقيت نفسك وشغلك وكيف؟ شو بتقول اليوم انت للاشخاص يلي عن جد عم بتدمرهم، عم بيدمرهم هذا التخبط وبصيروا عم بيتخبطوا هالقد بنفسهم انه حتى اللي حواليهم بيقولوا انه ايام ما بقى ينحملوا او يا حرام او ليش هيك او هيك. بخطر خود شغله وحده انه الانسان بيصنع قدره بايده، حتى لو كان في عوامل بتاثر عليه. حين بفكر بقول انه انت ما كنت بتحلم بحياتك انه انت توصل لهالمكان، وخرقت هيدا الشيء وتحديت نفسك تتوصل له. وما حدا تاني كان بيقدر يساعدني. يمكن امي اكيد خلقت مكان امن لإلي، بس انا كمان ابن هيدا المجتمع اللي كتير عنده طرق معينة في شوف المواضيع. بحس لما الانسان بيتخلى عن كيف الناس بتنظر له بيرجع لنفسه وحقيقة ذاته بيكتشف حاله، بعتقد من هون بينطلق كل شيء. أنا طول هيك بقول ما بعرف، ما نخاف من الاختلاف، في مكان لكل الناس، الكون كبير وبيساع الكل.
عصيرة الاختلاف. نحن مجموعة سنة الماضي كلها كنت تحكي عن الاختلاف، فكرة المجموع، لأنه أنا وصغير كنت حس ما في مكان لإلي، و the only time حسيت أنه نجحت بحياتي هو لما أنا استوعبت أنه أنا اختلافي هو سر نجاحي. وهذا الشيء اللي بعتقد أنا بقدر أقوله لكل الناس اللي بعدها بتفكر أنه هي مش قادرة، وأن المجتمع بيفرض عليها شيء، أو بيكون هي عندها تحفظات على حالها، والصعوبات والعوائق will always be there على طول. هو كيف نتعامل معهم، كيف كل يوم من فوق ونذكر حالنا ليش نحن نجي على هالحياة يعني. Which goes, takes you back to the purpose. One, I think the faith is what keeps you going يعني. كل واحد عنده بصمة، وكل صحيح. واحد عنده دور، وكل واحد له محل بهالحياة. صحيح. ما حدا في يلغي حدا، ولا حدا في يتفلسف على حدا، أو صحيح. يقول له أنت منيح وأنت مش منيح، صحيح. وأنت صح وأنت الغلط. هذا أبشع شيء. صحيح. كنت عم نحكي قبل وقطعتك، أنا كنت عم تقلي أنه التطريز منه شيء هين، أنه it's too complex. وخبرني شوي عن هالفكرة. صح. التقنية منها complex، الحرفية تبع التقنية هي complex. خبرة 20 سنة غير 3 سنين بنفس الوقت بنشوف صبية صغيرة عمرها 25 سنة تنضم للفريق فجأة وقطبتها مميزة. بعتقد الفن فن، الموهبة موهبة. في ناس بتشتغل عليها as a skill بتنميها، في ناس عندهم إياها بالسيستم تبعهم. القطب متعددة ومتنوعة. التطريز بمنطقة الشوفي بيختلف عن غير أنواع التطريز، يعني التطريز عنده هوية حسب كل منطقة نزل فيها. حتى أحيانا على كم خيط بيشتغلوا السيدات وكيف بيشتغلوا. في قطب كتيري، منشان هيك بقلك إنه كمان مش بس مهم نعرف كمان شخصية الست، مهم نعرف أي قطب بتحب تستعمله وضليعة فيهم وسريعة فيهم. في كتير معايير بتحدد إنه هيدا الارتيزن لهيدا القطعة. أنا كنت أرفض، وبعدني لحد اليوم برفض بطن قطعة unless it's jacket وبدبطاني، لأنه بتباهى بتطريز القفا أكتر من الوجه. مزبوط. وهون ببين الخبرة. أنا أيام كنت عم بتسلى بالبيت بتطلع من ورا بتكون كارثة. هون ببين خبرة الست وقداش هي محترفة وقداش إلى سنين بتشتغل. عالم يعني عالم كتير حلو. وتخيل يعني أنا حرام بقول لأختي إنه يعطيك ألف عافية، إنه لازم تضل مستوعبة على هالستين أرتيزان كيف بيشتغلوا، شو هن الستيتشز اللي بيعرفوا يعملون. ونحن من وقت ما بلشنا جزء كبير من رسالة هيدا المشروع هو تشجيع الناس على تنمية هالنوع من الحرف. أنا لما بلشت الفريق أغلب السيدات كانوا بالفيفتي بلس. ليش؟ لأنه بعتقد الهيستوري تبع الحرفة فرض عليها أنه تكون حرفة تقليدية، وللأسف التقليدي منه كتير محبز يعني لأتراكتف لليونجر جنريشنز. سأنا كنت تقول أنه ليش بس نحن أكيد يعني كانوا مثلا لازم يتعلموا ويطارزوا قبل الزواج. هلق a young girl would find that offending، أنه أنا شو بدي أتعلم التطريز قبل الزواج كرمال شو. يمكن في بعض الأشياء اللي صارت خلت الحرفة تكون عرضة إذا بدك لتكون شيء تقليدي، وأنه إيه هاي حرفة ستك وستك كانت تعمل لك كلوش صوف وكل هالأخبار. فأنا كنت حس من أول ما بلشت بال 2016 we hosted an embroidery workshop بالصيفي، وين إجوا ناس من بيروت يتعلموا هيدي الحرفة. بتجي بتفكري فيها التطريز هو مثل أي نوع من الفنون، هو وسيلة تتعاملي فن وتعبري فيه عن حالك. لما فهمت هيدا الشيء أنا ومزاجته مع الديزاين العصري اللي بيحكي قصة، بتحسي كسيكريت راسبي انه كل الكومبينيشن تبع المشروع بتخليه هو يعني يكون شو هو هيدا الشيء. على طول بنعمل وركشوبس ومتمنى انه تشاركي بواحد منهم. انا بحب هيدا. واللونج تيرم فيجن هو انه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ذيس ماي لونج تيرم فيجن، انه يكون في مدرسة حلو بالشوف لتعليم هيدا النوع، اكيد بكريكولم خاص فيها. هيدا حلم كتير كبير لإلي. عم تسأليني مستقبلا هالشيخات اللي عمرهم ان شاء الله الله يطول بعمرهم بالسبعينات وبالثمانينات، كتير بهمني ببقى ميت لأوثق لهم كتب، انه اترك لهم شغلهم. وهيدا الشيء على فكرة اللي بدي اقول لك، كانوا اكتشفت لما طلعت على الشوف انه ما في تاريخ ابدا لهيدا النوع من الحرف. صور كتابة هلق بتفوتي على الانستغرام تلاقي عنا هايلايت اسمه مدرسة، وين منرسم القطب ومنخلي النسوان يحطوا فيديوز منشان الناس تتعلم. انا بعمل امبرويدري كيتس بنهديهم للناس لنشجع الناس على هيدا النوع من الحرف. فبرجع بقول هي تقنيه كل الناس فيها تتعلمها، بس
قديش عنده صبر الإنسان. وهون كمان في نقطة عبالي شركة إنه هيدا الفن كتير عن جد بده سكيلز، بده وقت، بده بياخدك على عالم تاني وبيشغل لك كل شيء. يعني هون بدي خبر العقل والإيدين والعيون والأفكار والخيال. مستحيل تكون عندك it's like a meditation kind of thing. مستحيل إنه إذا أنت شخص ما عندك صبر وخلقك ضيق. بحس هالستات أنا بتفاجأ أحيانا يبقى الكوت بده 30 يوم شغل، أنا بتفاجأ قديش إنه عندهم صبر. أنا يعني أنا عامل تصميم وكبر الرسمة وبتفاجأ أحيانا قديش هني بعالمهم بهالعالم الروحي اللي في صمت بيقعدوا. ومنشان هيك أنا عبطول بقول في روح بالقطعة، لأنه هالقطعة بتقعد بإيد الست بس مش بس بإيدها، مع أفكاره ومع عقله وبشو بتقطع. في شيخة مميزة على الفريق أخذت قميص من شي 3 سنين عليها وج صبي عنده عينتين مغمضين. اجت النطوطريز البنت شكل وجهها زعلانه حزينه، قلنا لها شيخه سونيا بدنا نرد لك القميص. البنت شوي زعلانه فكي العيون ورجعي ظبطي. قال ذكرى معكم. عملتها مره ثانيه رجعت زعلانه، دقيت لها انا سونيا، قلت لها سونيا انت منيحه؟ قال ابدا امي واقعه وانا هالفتره كتير حزينه. قلت لها بقول لك شو، وقفي القميص وبس تحسي ببسط عمليه. ما بتصدقي قديش ببين حالتهم النفسية بين خلال شغلهم. ببقى بعرف إذا في ليفل ستريس أو إذا عم يشتغلوا بضغط معين. يعني للعالم بتشوفي إنه حرف بس ما بتفهمي عن جد قديش أبعدهم. وأنا بقول الفاشن هي واحد من هيدي الأسباب للأسف، لأنه we normalize فكرة إنه في شخص قاعد نحن ما منعرف مين هو بأي بلد بيقعد 20 و30 يوم تيعمل شيء ونحن ما منقدره وما منقول هيدا الشخص اللي عمله. أنا لما بلشت الناس بتفاجأ كيف بتحط الناس ما بتخاف إنه هود الريسورسز تبعك. قول أنا كيف بدي أقول للناس إنه أنا هيدا عمله؟ أصلا الناس بتفكر ماركتينج. أوكي it is marketing now، بس أنا بالبديهيات تبعك كنت أقول هيدا الشيخة لازم تسمع الناس شو بيقولوا عن شغله. أكيد. كنت بعد كل مشروع بعد كل نجاح بيصير معنا برجع بطلع الأتليه أصلا بنحط متي وقهوة وبسرد لهم بس اخبار الناس وشو بتحكي عنهم، لانه هن بحاجه يسمعوا هيدا الشيء. مش بس بحاجه انه هن يكون عندهم الدعم المادي او بس الدعم المعنوي اللي بنقدم لهم اياه بالاتوليه. فهيدا جزء كتير مهم من خلال يعني كيف انت عم تسالي عن هالتقنيه وقديش هالتقنيه فيها ابعاد. شو سر المادي يلي ويلي اليوم صارت ترندي حتى عند الاولاد الصغار لانه ميسي بيشرب ماتي؟ صحيح. هي مشروب اجى مع الانجرينتس للدروز اللي راحوا على بدنا شيخه تخبرنا قديش منافعه. كثير عنده منافع. هو اجى مثل اشياء كثيره على لبنان مع الارجنتينيين امجرينتس للدروز، وات بيكيم نوت جاست ا درينك بتشربيه عنده منافع، ات بيكيم ا سوشيال هابت او مشروب اجتماعي. وانا بقول انه انا بعرف احكي منيح لانه المت، وعطول بيضحكوا علي بس قول هذا الشيء، لانه المت قاعده المت بتفرض انه ما يكون في بينك وبين الشخص الثاني نوع من الحديث ومن الكلام، لانه بتقعدي ان وان روم وبتتشاركي احاديث من خلال هيدي المت. فطابع الاجتماعي تبعها طابع مميز. انا فومي ما بقدر فيق بلاها، ما بشرب قهوه كل يوم الصبح بشرب متي. و it becomes part of like يعني أنا بحلم بس بأول جزء من النهار، بقية النهار بكون عم ركض وعم جاوب أسئلة، بس أنا بحلم الصبح قبل ما هني يبلشوا يفيقوا ويشتغلوا. فبقعد هيك مع المادتي I daydream، بحلم بأفكاري، بفكر بأشياء. فالمادتي صارت جزء إذا بدك من البراند. ولأنه ما في كتير أشخاص من الشوف يمكن بيتباهوا بأشياء بتمثل الشوف، طلعت من نصيبي يعني هلق إنه association إنه سليم والمت يعني. بس هي لها كتير منافع، كتير 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 مفيدة وبتوعي. فأنا نازمك على قراءة مت. شو بتحلم انت عم تشرب المت؟ I have a crystal clear vision، عندي رؤية واضحة لوين بدي روح. بحلم بالمجموعات الجديدة وأفكار المجموعات الجديدة على طول. الرؤية والpurpose موجود، كيف منوصل هو اللي بجرب أحلم فيه كل الوقت، إن كان مجموعات أو كان أفكار أو كان فرص. في شغلة بحب أحكي عنها هي إنه كيف
كل مجموعة أو كل ثيمة بنختاره لكل سنة كمان بطياته في مواضيع كتير بتهمني كفنان. ما بصمم لأنه عبالي شفت شي عجبني، بصمم لأنه بفكر أنا شو عبالي هلأ قول وشو عبالي الناس تسمع، وكيف إذا كنت لعب قوله شي شخصي لقي طريقة للناس تكون جزء منه. فكل الوقت بحلم بالأفكار الجديدة، بالمجموعات الجديدة، بالقماش الجديد، بكيف رح يكبر هالمشروع وقداش رح نزيد ناس عليه. يعني قد ما بيمرق اشياء صعبة انا مأكد، لانه بس شوف شغلة هيك بحس I'm driven by this، I'm a dreamer. يعني من انا وصغير بشوف شغلة وبروح بتوجه لها. يعني فبحلم حسب النهار بالموضوع، وهذا احلى شيء انه الواحد يحلم ويحقق احلامه، وانه ما في شيء ممكن يوقفه. صحيح. هلا الاحلام الكبيره بس هو ايام قصص صغيره هي. صح. بتكون احلامه بس نحققها قديش بنشتغل على حالنا. صحيح. وبنعطي وبننبسط. صحيح. والواحد ما لازم يعني يسكر على حاله. زحت عن الهوت كوتور ليش؟ سؤال كتير حلو. انا ربيت حوالين ناس بيلبسوا اشياء كتير بسيطه. اللباس التقليدي تبعنا هو لباس كتير هامبل، بسيط، ومنه سوفيستيكيتد. بعده كتير حلو. كتير حلو. يعني أنا حتى البنديل لقلي سو إنسبايرينج. صحيح. ما بعرف، ربيت بمجتمع ما في شك وما في ريش وما في فساتين عقد الجسم. أنا أول مجموعة أول أخذت لي ثلاث مجموعات لأفهم إنه أنا بعمل أوفر سايز من دون ما أنتبه. لأنه ما عندي تدارك لتفاصيل الجسم، لأنه it's هيك بنلبس بالشوف وهيك الناس بتمشي بالشوف. فكان بعتقد برجع لقصة أنه اللاواعي، حسيت أنه بدي أزياء بسيطة بتشبهنا بأكوتور أبروتش، وهذا الشيء كان كتير صعب ولحد هلق صعب، لأنه الخانة اللي أنا فيها منا سهلة أبدا. اليوم بتحسي أكتر التطريز والشك بيكون بعالم الفساتين. حبيت اكسر القاعدة مثل القواعد كتير، وامنت بالوقت اللي قالوا ناس انه لا ما بتزبط. صرت انا اقول يا عمي كيف بغير عالم، لما بتروحي على اماكن مثل الهند اللي كتير معروفين بشغل الايد، كيف بتزبط هونيك وما بتزبط هون في الاف السيدات بهالضيع؟ ليش عطول ما منطلع حوالينا بس انه منشوف انه يعني انا بعدني لحد قصة الناس بتفكر انه اللي انا بعمله ما بقدر وسع فيه. اوكي انا ما بدي يكون براند ازياء بتعمل فاست فاشن، بس بنفس الوقت في سيدات كتير موجوده بالشوف عبالها تنضم للفريق، ونحن بس بنضم للفريق لما بيتوسع الشغل، تنضل محافظين انه كل ست عندها ليفل معين من الـ من الـ من الشغل كل خلال هالسنه. ف اخذتني وقت فهمت هيدا النوع من الملابس وليش بحب الابيض كتير ومشهور فيه. بعدين انطرح من خلال مجموعات، في مجموعه بفصل السادس عملت مجموعة بس بالأسود والأبيض من بعد ما توفى الوالد، وكان بدي أفهم شو هو المنطلق وليش أهل السوف بيلبسوا أسود وأبيض وهالديواليتي بين الخير والشر والحياة والموت. فحسيت بستوحي منهم، بس بنفس الوقت عندي كتير ريسبكت لهالشيبس وعندي كتير ريسبكت لكيف بيلبسوا، كتير بحب علمهم. وما بحس يعني من خلال سنين أكيد بدك تتوسعي، بدك ترضي كل الأزواق، وبدي يكون عندك أشكال مختلفة، بس عطول سليم عزام يعني ما بتضيعي على القطعة بتعرفي قصص سليم عزام يلي طبقها بهالكولكشنز، وكل واحدة إلا قصة. صحيح. وإلا يمكن عم بيوصل قضية، عم بيوصل رسالة، عم بيوصل شيء بيحسه، أو عم بيعمل مش حقول experiments، أنه عم بيجرب يفهم شيء من الحياة. صحيح. مثل ما هلأ كنت عم بتقول الأسود. صحيح. والأبيض والقصص، قديش بتعيش فيهم؟ أي قصة أكتر شيء أثرت؟ أي قصة بعد ما اكتشفتها وبدك تكتشفها؟ أي قصة كانت أجرأ وحدة؟ أكتر وحدة حزينة؟ أكتر وحدة فرحة؟ هيك إذا ما نحكيهم كأنه فيلم، شو هيك بتسود وتخبرنا؟ أنا بسميهم فصول على فكرة، لأنه حلمي يكونوا قصة. هو كل سنة فصل. أوكي. بالنسبة لي فبحبهم لأنه براسي هني قصة، ومتب كتير متابعين إذا بتشوفيهم ورا بعض تفهمي تبعيتهم. بحب أخلق فن ومواضيع بتخلي الناس تفكر، تخلي الناس تكون جزء من a conversation. في
في كتير اشياء حلوه بالحياه وفي مكان للاشياء الحلوه والحلو ما بينشبع منه بالنظر، بس انا بالنسبه لي نحن بعصر الحلو لحاله ما بيكفي، الحلو لازم يكون كمان عنده بابعاده. على القليل انا هيدا اللي اخترته لخطوط الازياء تبعي، انه كل مجموعه هي فرصه لنحكي عن موضوع معين. بحس احيانا كتير شغلي هو my own therapy اذا بدك. I dig deep a lot وبرجع لنفسي كتير، بفهم اشياء كتير. هلق عمري 33 سنة بفهم اشياء عن طفولتي لانه I dig deep تأشتغل واطلع منهم بالرسمات تبعي. الحلو انه فهمت early on شو يعني to dig deep in your person، بس بنفس الوقت تخلق موضوع يلامس الشخص الاخر وهو كمان يحس فيه بهز اون برسبكتيف، اللي هي انه هاي القصة الشخصية كيف فيها تكون قصة مش بس يعني نحن اليوم خطوط الازياء تبعنا بتروح وبتجوب كل العالم اللغات واشخاص وجنسيات مختلفة. بحس انه مش بالضروري يفهموا كل شيء، بس حلو يعرفوا من وين جاي والناس دي ريليتهم للقطعة بطريقة مختلفة. يعني نحن بنسمي كل قطعة، ما بتتخيلي قديش في ناس بيحبوا هالقطعة. مثلا في قطعة اسمها سلمى، واحدة اشترتها لانه ستة اسمها سلمى، و that's what's called poetic luxury، انه انت عم تشتري لانه عندك هالعلاقة الشعرية مع القطعة، غير انه هي one of a kind ومشغولة على الايد. يعني عم تعملي معها an emotional connection لهيدا القميص، وهو هيدا الازياء نحن شو منا نحس فيهم وشو منا نحكي من خلال. مجموعة سنة الماضي مثلا اللي كان موضوعها in the oddness there is magic، رجعت لفكرة انه اللي حكينا فيها انه كيف كان في صورة لإلي وانا وصغير شكلي كتير مختلف فيها، لما طلع فيها بقول عن جد هيدا الشخص شو كان مختلف وهو ما معه خبر انه مختلف. وعلى التيشيرت في فيل ديناي كبار، ونحن ما كنا نحضر ديزني على ايامي، انه نحن بنشوف كان سبيس تون وما كان في عالم ديزني، ما كنت اعرف مين دامبو. لما قعدت لأشتغل على المجموعة هالصورة اللي بايدي الى 33 سنة لاحظت اللي اكتشفت انه هيدا دامبو، وعملت ريسيرش على الفيل وفهمت شو قصته. كيف اسألك شو قصة دامبو؟ هو فيل ديناي كبار وهي واز موكت فور ات، وما كان له مكان بالمجتمع، كانوا يحسوه بشع. بس هو لما اكتشف انه ديناي بيخلوه يطير صار شيء مهم. لما فهمت هالصورة حسيت انه هيدي قصتك، بس مش بس قصتك وحدك، هيدي الست على الفريق مش قادرة تجي على الشغل لانه صار عندها هيك. والحقيقة كان بهيدا الشهر في صبية بتشتغل معنا وما بقى اجت على الشغل لانه الوالد تبعها قال لها انه ما لازم تشتغلي. هيدي الحقيقة. تحس انه هالقصة مش بس بتمسك انك، بتمس كتير ناس من المجتمع. طرحتها كموضوع خلال السنة وكنت كتير دبلوماتيك بكيف طرحته. انا ما بحب هيك، ما كتير بحب حركش بالناس، بحب الناس تفكر. يعني حتى بطريقة عرض المواضيع كتير بياخد وبعطي بسلاسية، وبحب لما بيصير في نقاش على العمل تبعنا، ناس بتحب ناس ما بتحب، ناس بتهاجم ناس بتشجع، تعودت يعني. بس عطول بقول على القليلة عم بطرح موضوع في conversation. أكتر مجموعة بتأثر فيه هي The Black and White Collection، لأنه كنت عم بتصارع مع فكرة الموت، خسرت عمتي وخسرت بي لنفس المرض، كنت بحاجة للوزدم تبع الشيخات تأتخطى. لما خلصت المجموعة وعملنا 3 فيديوهات نحكى عن الحياة والموت وما بعد، وما بعد اللي هو فكرة انه شو في بعد الموت. أكيد. ما لما وصل لي الأدت تبع الموت، تبع سكشن الموت، حسيت انه عملت كل هالشي تأسمع هالجملة اللي قالتها هالشيخة. حسيت مثل جزء من الهيلينج صار من خلال هالمجموعة. كتير 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 مهم هيدا الشيء، كتير كتير مهم لإلي. بتطلع فيهم بتلاقي انه ما بتفهمي دغري انه انا كتير موجود بهالمجموعة، بس بطريقة ما اذا بتقري افكار بتعرفي انا شو عم قدم من خلالهم. ومجموعة السنة كمان موضوعها كتير مميز. عطول يعني بفكر مثل ما بفكر بالحرفة انه انا كيف بدي طلع حوالي واستعمل الريسورسز تبعي، نفس الشيء فكر بالمواضيع. نحن هلق بشو عم نقطع، قداش في داركنس، شو عبالي قول، شو هو دوري كفنان انا بهيدا الوقت بهيدا الزمن باللي عم نقطع فيه. ما عندي يعني انفصال بعالمي انه انا فنان متقوقع قاعد لحاله بيشتغل. هاي هي مواضيع المجموعات.
ما عندي قطعة مفضلة، ما عندي مجموعات مفضلة، كل وحدة إلى تاريخها وزمنها وحاجتها، وعطول بعمل وبتخطى وبمشي. عندي هالخصلة من أيام الجامعة، ما بحياتي بطلع لورا، لا بعمل شي حلو أوكي بفتخر فيه، بقول فيني أعمل أحلى حتى بحياتك. I don't self-sabotage myself. إيه حتى بحياتي always forward. عندي إياها حتى كان فريقي بتعذب لأنه دغري بحب انتقل لموضوع جديد، بتعذبوا كتير هلق انه أبجرب انه نكون ابطأ شوي وخلي المجموعات تتخمر ويفهموا الناس عم نجرب نقول. بس عندي اياها هيدي الخصلة انه بحب دغري بلش بشي تاني، وبعتقد هيدي نعمة علي الصراحة، لانه يصير من اسباب بحس انه نشاطي، انه بيصير معي حدث كبير ما بوقف عليه وبقعد انه بزقف لحالي بقول حلو كيف فيني اعمل احسن على طول. I try to compete with myself when it comes to this. فالحمد لله. قديش الكومبيتيشن بين الانسان بينه وبين حاله بخليه يتطور اكثر وبيعمل له تشالنج حتى بالبرين تو ريسيرش ويقرا ويشتغل على حاله؟ لانه اذا واحد ما اشتغل على حاله بحياته وما قرا وما كون كتير حاله كثير كثير بيوقف محله. لكن ما بفكر فيها، بس على طول انه بنسى انه اسم البراند هو اسمي، يعني انا ما كان في انتنشن وهيك صار، بحس اسمي بالواجهه بس ما بفكر فيها. يعني انا بعمل حلو لانه انا بعرف انه انا فيني اعمل احلى، لانه أفكاري تطورت وتقنيات تطورت من المجموعة اللي قبلها، شوف كيف فيني ما فيكون فيني يكون أحسن كرياتيفلي. ما عندي هيدا الوري، يعني على طول بعرف إنه بالإبداع عندي هيدا الشيء الحمد لله اللي هو بحس موهبة ونعمة. بس هو الصعب إنه تضلي مبدعة تحت الضغط. هيدي شغلة كليا مختلفة، إنه أنا بأخذ نهار كمان أمي فاوندر. أنا ما تخيلت عمري 33 سنة، يمكن هذا الشيء كمان صرت أحس فيه أكثر من بعد ما توفى الوالد، لأنه بس يتوفى الوالد بتحس مثل كأنه في سند وانشال. ما كنت بتخيل أنه يكون بموقف هالقد معيل. وحتى لما الأهل بيشتغلوا معك صحيح هذا الشيء ممتع، بس هذا الشيء بزيد عليك مسؤولية. فأنه تكوني مبدعة شيء وأنه تكوني كمان فاوندر عم بيبدع مع كل شيء عم بيصير، هذا فور مي أكبر تشالنج. وأنا بقول ما بوقف أحلم، بس انا في فرق من تكوني مبدعه من الشمس طالعه، وفي فرق من تكوني عم تبدعي من مكان صعب. هون الشطاره بتبين وهون التشالنج بتكون موجوده. بس المنافسه على طول مع نفسي، بحب طلع بشوف بتفرج بقدر شغل الكل، بس بحس حالي بملعبي الخاص عم بلعب لعبي لحالي مع نفسي الحقيقه. و it doesn't come for me as انه انا ما شو بيقولوا ما بتأثر، بس برجع بحس انه كل شيء حتى بالاستوحاء تبع بيرجع لنقطة من انا وين يعني، واذا بيشبهني واذا بيمطلع اللي بيصلها ما بلحق ترانز، ما بفكر بهالمواضيع. عشان هيك بستصعب برجع لنقطة تعرف عن حالي بس عن نفسي كفاشن ديزاينر، لانه بمحلات كتير فاشن ما كتير بتحمل اعماق لإلها يعني. ف لا، وجامع البزنس صحيح، وجامع الأشغال اليدوية الحرف والإمباورمنت والمسؤولية والرسالة والقصص وسرد القصص، يعني كلها it's a complex story، يعني قديش فيها قصص بقلبها لهالستوري. في شي موضوع no way انه بتقول ممنوع احكي فيه، ما راح احكي فيه بمثلا واحدة من الكوليكشنز تبعولي؟ لا، بس اكيد لا، بس وعندي طرق على طول تقول شيء بدي أقوله، حتى إذا ما بدي أقوله بالعلن بعرف كيف أقوله بسبليمينال واي. بس كتير 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 بهمني شغلي وعطول بقولها، أنا مني فرد، سليم عزام هو مجموعة، ما فيني أفكر كشخص عطول عطول. السيدات والشيخات والفريق هني أولوية لإلي، ما بعمل أي شيء أو خطوة تأثر عليهم سلبا إلهم، أو لا سمح الله تأثر عليهم شخصيا، لأنه هني جزء لا يتجزأ من المشروع. فما بخبي عليك، جزء من شخص سليم عزام كشخص لازم يكون دبلوماسي وذكي، لأنه هو منه شخص، هو مجموعة مجموعة أشخاص. بتستهلك بالطرز ما سألت؟ تعلمت لقطة أكيد يعني، بس ما بدك تشوفي القفة. أكيد ما عندي وقت أبدا أبدا أبدا، عطول مأخرهم على الرسمات والمجموعات، فهن كتير أكتر مني يعني. بس بحب وبحس أنه بيجي وقت يمكن هيك بكون عندي فضاوة بال، بكرة بعد عمر طويل بلكي بقولوا وأنا بطرز نفسي. بس بتقرر تسكر على كل شيء لو بقى تفكر هيك، شو بتقى بتعمل؟
براجع حالي كتير، بقعد مع حالي، I vent، بفكر بنهاري كيف قطع، بفكر انه اذا عملت شيء منيح مش منيح كيف فيني زبطه، اذا ما كنتش عم بحلم وفكر بالمجموعة براجع حساباتي، بقعد كتير مع افكاري وبقعد كتير مع مشاعري، انا برجي السرطان وكتير بقعد مع افكاري وبجرب افهم ليش انا بحس هيك او ليش انا عم بتصرف هيك، وهذا الشيء كتير بيأثر على شغلي على فكرة. مثل ما الشيخة كانت معصلة جماعة بالتطريز تبع الوجه، احيانا كتير هيدا الشيء بينطبق على شغلي، فاي ميك شور انه بالوقت الصغير اللي باخده اللي ما عندي اياه، انه احيانا واحيانا كتير بطفي راسي كليا وبقرر انه ما بدي افكر، حط شيء هيك على التلفزيون ما تخليه يفكر، ما بيخليني افكر، خشي كتير سائل يعني، بس بحس انا بحاجة لانه شوف شيء ما بيخليني اعيش بهذا العالم. وهو كمان تفكر انه انا كل شيء بعمله بحياتي مرتبط فيي كشخص وكعمل، فكتير مهم كمان تفصلي حالك احيانا ويعطي وقت لحال الواحد والا ما بتوقفي. يعني انا مثلا بجبر حالي روح على الجيم كل يوم على الساعه 6 تفصل كليا، وهالساعه بنهار بعرف انه انا ما عم فكر فيها شيء له خصه بالشغل، وعم اتعلم هيدا الشيء هلا. صعب كتير علي بس عم بكبر بطريقه ما الحمد لله، I'm very grounded، وامي حدي وفريقي حدي بخليني انه اكون عم بتماشى بسرعه قديش الامور عم تصير، بس في كتير شغل لازم نحطه على حالي تكون جاهز لانه الجاي ان شاء الله اعظم ان شاء الله. المراه والرجل ب العمل تبع سليم عزام كيف توصفها؟ 60 شخص ورجل. الفريق كله سيدات، كله 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 كتير. كيف بدي اشرح لك؟ It's a woman run foundation يعني. اكيد بدنا نتشكر كل ال ازواج واقرباء الشيخات اللي بيدعمون بوصلون على الشغل، بتعرفي الشيخات ما بتسوق عن جد انه هذا عملت تغيير جذري صحيح. لكن ما بدي اقول انه انا ربيت بمجتمع بمجتمع ذكوري، لانه في سيدات خرقت هذا المجتمع، بس الريشيو تبعهم منه كتير كبير، فبحس انه المرأة لازم تصارع اكتر. انا بشوف امي قديش صارعت وحاربت. انا امي لانه غيرت نظامها الغذائي لقت هجوم من المجتمع تبعها، بس لانه غيرت شو هي بتاكل، يعني هذا الشيء اللي مفروض يكون شيء شخصي وحرة فيه. فتخيلي انه هيدا الشيء يطبق بمحلات كتير بغير مواضيع على كتير من الناس. حلو كيف منتارك وهن جزء، يعني هيدا جزء لا يتجزأ. انا عطول I position المرأة الصوفية ومرأة سليم عزام in a position of power، حتى بالوقت اللي مش هي بتكون in a position of power. كمان المرأة المنتجة فيها تكون مرأة بتشكل قلق لبعض الرجال، بس هيدا الاشياء عم تتغير، مجتمعاتنا عم تتغير، وانا هون رسالتي قول انه نحن فينا نتغير ونكون مختلفين. الناس بتخاف من الاختلاف، ما بحيث فهمت ليش، اذا الاختلاف فيه افادة للافضل. واكتر ناس بتخاف من الاختلاف هي الناس اللي ما فيها تتغير، وهي الناس اللي وهي الناس اللي بتخاف انه الشخص التاني يكون حر، لانه بيذكره انه هو ما في يكون حر. برجع بقول هون، من هون تجي نقطة انه انا بقول كده انسان بيصنع قدره بايده، انه انت بتختار تكون عندك تبعية، او انت بتختار انه تكون بدك انت تكون المنتج وقائد لحياتك. يعني في شيء كتير من الروحانية الحقيقة بهالمشروع، وانا هودي ما تعلمتهم بس لأنه أمي فرجتني هالإكزامبل، أنا متعلمهم من الشيخات كل يوم. نحن منضحك مع بعض، منبكي مع بعض، منساند بعض بالأوقات الصعبة، منلاقي حالنا مع بعض. أنا أحيانا كتير ما بقدر أوقف عجري، بطلع على الأتليه بتقول عايدة اللي بيوقع من السماء بتسلقي الأرض، بعلمك بكون تحت بتصير فوق، لأنه هيدا هو النمط اللي عم نخلقه وعم نتعلم عن نفسنا من خلاله. عشان هيك أنا برفض قول I empower them because they empower me massively. We come together to do this positive change بالمجتمع. وأنا الحمد لله هلا كمية الهجوم الإيجابي علينا كتير أكتر من الهجوم السلبي، بس الهجوم السلبي مهم. أكيد.
أكيد. لأنه بيخليك توقفي وقت اللي ما بيكون في بولينج يعني كتير. وقت ما بيكون في تنمر لأنه بشاشة التنمر بالحياة والانتقادات اللي بتجرح. صحيح. حاضي ما كتير بيعنولي يعني بجرب ما ولا ما انجرف فيهم. وإذا شخص عم يحكيني على الانستجرام ما عنده اسم، طب أنا كيف فيني اسمعك إذا أنا إذا أنت منك بموقع تخبرني أنت مين؟ كيف بدي أتناقش معك؟ دلت وضل ماشي، بس بوقف على الأشياء الكبيرة. بيبي ستابس كمان، ماني أنا جاي غير بالمجتمع بطريقة ما بتناسب أهل المجتمع، كل إنسان حر بحياته، بس بمحل معين بحب الكل يكون يلامس شو يعني إنه الشخص يكون عنده حرية بذاته. قديش مهمة بالوقت الحرية. كتير مهمة الحرية، كتير 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 مهمة، والناس يعني بعتقد بخافوا من الحرية لأنه ما بفهموا شو هي الحرية. مجتمعاتهم فكروا إذا حر يعني إنه بيتضارب مع عاداتهم وتقاليدهم مع أفكارهم الدينية. إذا أنا عم questioning بعض المواضيع المتعلقة بالدين مش معناتها أنه أنا ماني متدين أو أنا ما عم جرب أفهم ديني من خلال شغلي. فبعتقد عنا مشكلة ما فهم شو يعني الحرية وشو يعني الاختلاف، بس نتصالح معهم. بعتقد منبلش نفهم أنه لا، أنه في إنسان يكون مختلف ويكون براعي وبيدارك هو وين. أنا ابن هالبيئة كمان، أنا بفهم هالبيئة كتير منيح، أنا مش لأنه أنا هلق صرت عايش ببيروت يعني أنا ما بعرف من وين بجي. وهالعلاقة اللي عم نبنيها مع هالشيخات خلال هالسنوات هيدي علاقة أهل، هيدي علاقة يعني مش إنه ما في شيء همجي. صح. قديش مهم بالحياة الواحد دايما يفكر إنه أنا مين، أنا شو بدي أكون، أنا شو بالحياة تيقدر يرتاح ويتحرر ويوصل لهالحرية. شوفي هو السؤال صعب، وأنا بآمن إنه مش كل الناس بتسأل هالسؤال وبتلقي بنفس الوقت. يعني بحس ناس بتلاقي هير بيربس على 50 على 60 ما له عمر. وبعتقد إنسان بيقطع بتجارب، أنا بعتبر حالي محظوظ إنه على عمر صغير لقيت ماي بيربس. وإذا بجي بوصل النقاط كيف كل شيء صار، كيف بي قال ما تدرس أزياء، يمكن أنا لو أدرس أزياء ما كنت أنا بشتغل بهالطريقة اللي أنا بشتغل فيها. فبآمن كتير، عندي عقيدة وإيمان بإنه كل إنسان بيلاقي رسالته بالوقت اللي هو جاهز إنه يلاقيها. بآمن بهالشغل، يعني بحس الإنسان بس لازم يسعى ويكون open والأشياء unfolds كما بقول، يعني بتكشف حالها مع الوقت. فصعب يسأل حاله الإنسان هالسؤال، أنا شو، أنا ليش هون. أحيانا ما بتلاقي جواب، ويمكن ما بتلاقي جواب دغري وبتلاقي سنين لا تلاقي جواب، بس مهم تسألي حتى إذا بعزبك لازم تسألي. أكيد. هالسؤال كنا عم نحكي عن المتة، بس القهوة حلوة ومرة إجمالا بتشربها. هلق بتوترني كتير، فبجرب اتفاديها بس اذا شربتها مرة. والحياة لألك حلوة يا أمرة؟ حلوة حلوة. بحب ركز على الحلو فيها لانه المر اللي فيها بيعملها احسن. هيك بجاوبك. بس ايه الحياة حلوة، الحياة نعمة بعتقد. نجي عليها لسبب وقلنا هدف فيها. مبسوط مع كل الضغوطات والصعوبات والوقعات وخيبات الأمل، كتير محظوظ ومبسوط وبشكر ربي وز يعني بوس إيدي وزي وقف على عندي. الحمد لله. الحمد لله. الواحد تلسان. يكون ممنون اللي عنده إيه، هذا دايما بقوله، ويكون هيك إنه عايش ومكتفي بهذا وقنوع باللي عنده إيه. تكنولوجيا قديش لعبت دور، وانت هون عم تتحدى التكنولوجيا بالعمل انت والشيخات، لانه لهلا صحيح في مكانات فيها تطرز بس غير شيء. صح. فقديش انه هيدا الشغل الارتيزانال الحرفي ما رح يقدر ياخد محل الشيخات، وقديش انت اليوم بمحل بتستعمل التكنولوجيا بشغلك. صحيح. وبرسماتك. صحيح. شو دور اليوم الاي اي، قديش تقربت منه، قديش علاقتك فيه وكيف علاقتك فيه؟ صحيح. لك علاقتي مع التكنولوجيا ان جنرال مش كتير، يعني انا مواليد التسعين، هيدي الايرا اللي لحقنا شوي لتنين. من كل شيء يعني الاتاري والشو اسمه الووكر لحقتهم وفتت على عالم الكمبيوتر وبفهم. بضل اللي بعمله ولا مره بفكر بالموضوع انه بيوم من الايام، حتى انا احيانا بزنس بيسالوني ليش ما بتطبع رسوماتك، شو الهدف من اللي عم بعمل، يعني النهار اللي بدي اطبع رسماتي شو بقي من سليم عزام اصلا. فما بحس بمنطلق التطريز والكرافتمنشيب تبع المؤسسه رح يكون في تدخل للتكنولوجيا، بس
تلعب دور كتير مهم بالأتوليه. أنا بشتغل كل شيء على الكمبيوتر، بستعمل مكانات الطبع، بحب طور مكانات القص والخياطة تبعنا كلها، يعني نحنا القطعة أوكي بتتطرز بس بدها تنجمع، بستعمل المكنة تنجمعها. بس بعتقد سؤالك عن الاي اي ما بعرف يعني شوي بيستفزني هالموضوع، يعني بحترمه وبقدره بس ما بمطني بصلة، يعني بحس انه ما بعرف اذا بدي اعيش بعالم بيقدروا يعملوا لي وجه اي اي عم يحكي، ما بعرف. بلكي معرض لسليم عزام في تياب سليم عزام بيحكي عني بلا فيديو على شكل شخصي، ما الشخص ما هالجسد فاني، there's a reason لاش لازم يفنى هالجسد، لكن الناس ما لازم تتذكرنا لأجسادنا. فما بحبوا هالكونسبت، ما بحسه. كمان بحب الديجيتال فاشن والفاشن شو اونلاين، هودي كلهم تجارب، شو بتعيش شو بتحسي شو بتشمي لما بتفوتي على مكان. نحنا بنفكر بشو هي الريحه اللي بتشبه سليم عزام لما نيها بالبوتيك، انا بفكر بالعطره اللي بنحطها بالمرتب حليب، بفكر بريحه الحام الكليمنتين اللي بتحطها امي على الوجاخ بالشتي بس تتغير ريحه المطبخ. يعني كل شيء بخليك تفكري وتحسي اشياء. انا شخصيا بعدني مني هوني، أخي يمكن غير رأيي بعد كم سنة بطريقة كيف أتعامل مع التكنولوجيا، بس لوقت الله بهون. رح نشوف تشات جي بي تي شو عنده أسئلة لألك. يلا. من هي الشخصية التاريخية التي ترغب بتصميم أزياء لها؟ مع أنه هون أنت كمان الملكة رانيا لبست. صحيح. وذكرني إذا في غير أشخاص. الملكة رانيا، Her Excellency First Lady of Qatar. الشيخة موزة. الشيخة موزة، الشيخة المياسة. شخصية تاريخية في حدا هيك لو حتى مش موجود بقى كنت بتمنى تلبسه؟ رح يفاجئك شوي جوابي، لكي أنا من أول ما بلشت كنت حس سألت هالسؤال أول ما بلشت أعمل تياب وما عرفت جاوب عليه، لأنه أنا ما فت على هالفاشن من هيدا المنطلق. كنت حس أنه كل حدا فيه يلبس سليم عزام. بعرف انه عم تسألي عن شخص تاريخي، بس انا كنت بحلم انه امي تلبس من تيابي، لانه امي بلباس الديني تبعها ما فيها تلبس من تيابي، بس كنت بحلم انه هي تحس شو بحس الشخص لما يلبس تيابي. فرح جاوبك على هالاساس، لانه في كتير ناس بتأثر فيي وفي كتير ناس بحبها وفي كتير ناس عندي احلام لبسها، بس I stick to this answer. بجنن للجواب. كيف ترى تأثير التكنولوجيا على عالم صناعة الأزياء؟ حكينا فيه. أوكي. ما هي أجرأ خطوة أو قرار أخذته بحياتك؟ أنه ما أتخلى عن حلمي رغم فاكتورز اللي كانت تقول انه انت ما فيك تعمل هيدا الشيء. على عمر 12 عملت فستان كتير حلو بالبيت ولبسته، وبي الله يرحمه شاف وما حب ابدا، وكنت حس انه بي خايفين علي، مع انه انا طفل ما بفهم انه ليش البيع عم يتصرف هيك. بي جبرني قص الفستان بإيدي بالمقص قدام. بلحظة مثل هاي يمكن هيدا الشي ما حكينا عنه، حسيت انه كل هالحلم وقف اللي على عمر 12، يعني الأزياء ما كان إلا مجال بعد هيدا الشي، وبقي معي هيدا الشي بحياتي. ما رح هاي لحظة ولا ولد ممكن ينساها إذا صارت معه. لما بلشت أعمل أزياء وبي كان كتير فخور فيي، أخذتني سنين تأفهم إنه بيي ما كان مدارك هو شو عمل، بس هيدا أكيد جاي من مكان حب. وما بحياتي زعلت منه، وبيي توفى بيي كتير فخور باللي بعمله. فبحس لما تسأليني هيك سؤال بحس إنه كتير في فاكتورز كانت ب لإلي كسليم كشخص كان فيها توقفني من كتير زمان. أعتقد هيدا أجرأ شيء عملته، إنه ما أتخلى عن أحلامي. نعمل أشياء جريئة بالحياة العادية بأخذ قرارات، بس برجع هالسؤال العميق لأنه بحس في ناس بترضخ للواقع، أنا جريء إنه ما برضخ للواقع،
وما برضى انه ينفرض علي واقع انا مش مقتنع فيه. هاي بدها جرأة. كيف يمكن تنمية الإبداع بشكل دائم؟ مثابرة. أنا على طول بقول الموهبة لحالها ما بتكفي، في كتير فاكتورز بفوتوا على الموهبة، ديديكيشن، تعلم، إن الإنسان ما يوقف يتعلم، يضل يطلع، ديسيبلين، انه الشخص يقول انه انا كل يوم بدي فيق بهالترم واشتغل، لانه بنشوف كثير ناس موهوبه بس ما بتعرف تستفيد من هالموهبه. هيدي شغله كثير 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 مهمه بتلعب دور بعتقد. جوابا على سؤالك لسؤال شات جي بي تي، سؤال جاب جي بي تي، سؤال لي لو بهيك بتلعب لك تغير شيء شو بتغير؟ ما بغير شيء، بترك كل شيء على حاله، لأنه بعتقد أنه في حكمة من كل شيء. لو أحيانا أشياء عبالي غيرها بتكون زعجتني، بتعلم منها أشياء وفي من وراها حكي، يمكن ما بتعلمها بساعة الساعة، بس شعور أنه كل شيء بالحياة بيصير له هدف وفي من وراها حكمة. ممكن عم جاوبك هيك هلق لأنه الفترة اللي عم نقطع فيها الحكمة هو الشيء الوحيد اللي بحسسك أنه ممكن تستسلمي أو تردخي للواقع اللي عم نشوفه. فإيه ما بغير شيء. مشاريع كتار وشفنا منهم هنتات كتير كبيرة وبترفع اسم لبنان وبطريقة جديدة، قديش بعد عندك مشاريع جديدة وشو؟ كتير في مشاريع جديدة، في حلم هلق انه أتليه سليم عزام يصير مكان كبير وين الناس فيها تزوره ويكون مركز بالشوف كبير بساع شو بيقولوا سيدات أكتر، لأنه المكان طبعاً أصبح ضيق على الحلم اللي نحن عنا إياه. فبنام وفيق كل يوم كيف بدي كبر شغلي، كيف بدي خلي ستات أكتر تنضم للفريق، شو هي الجماليات والمواضيع الجديدة اللي نحن نطرحها. ما في حدود ومشاريع بضل يجي يعني كل الوقت هيك، بضل في أشياء exciting collaborations على ليفل كبير. فإن شاء الله الخير لقدام. إن شاء الله رح ناخد صورة، وقبل الصورة أنا والجي بي والفريق قريبا رح نطلع عالشوف، بتمنى زيادة وعند الشيخات، وعن جد رح نعمل هيك إذا بتسمح لنا شيء أكيد تكون قصة حياة كتير حلوة، لأنه عن جد أنت وعم تحكي الواحد بتاخده بهالمسار الحياة يعني it's a story so inspiring إنه الواحد عن جد بتجذبه، وإنه يعني إنه نمشي من يعني أنا شايفك بدأت أنا والجي بي نمشي من الطبيعة ونفوت عند هالشيخات ونتعلم منهم ونكتشف قصص الحياة. صح. وقديش القصة حلوة الحقيقة أحسن، والتجربة يعني كل شيء غير بالحقيقة، فنحن ناطرين نكون ونتأمل تشريفكم. والاحترام لهم كلهم، لكل وحدة وللي عم تعمله وللوالدة اللي عن جد أنا كثير بحبها وأثرت فيي. الله يسهل. رح ناخد الصورة. يلا. قديش اليوم سليم عزام إذا فرجيك الصورة راضي عن حالك ونفسك؟ كثير الحمد لله. هو رضا الشيخة أهم، بس أنا راضي على الحال الحمد لله، والله يقدرني يكون a better version of myself على طول يعني. لأنه النزوة ما بتريد غير هيك وأنا ما بريد غير هيك. هو أنت هيك. Thank you. شكرا. شكرا لك.